وصار الوقت لنرحب بزميلتنا هدى الأسعد وناخذ منها الأخبار الفنية اللي عم تصير على الساحات المحلية العربية ويمكن العالمية. صباح الخير. صباح الخير ورد. صباح الخير. بونجور رنا، كيفك اليوم؟ تمام. كيفك أنت؟ منيحة الحمد لله. شو الأخبار؟ لكن للأمانة أنا آخر فترة طلع علي الصيت أني بحب الخلافات والمشاكل. وين في فاينة بتلاقوا هدى جابت لنا إياها. بس كمان في شغلة تانية لازم تكونوا منصفين فيها، أنا أي شيء كوميدي بحبه كمان. أي يعني هيك دغري بلحقه، دغري بركض وراه. وبصراحة بس نقول كوميديا أعتقد أنه أغلبنا بيخطر على باله أحمد حلمي ومن جديد منى زكي. أهضم كابل تماماً. يعني بالعالم تماماً. وبصراحة هدول الفنانين أثبتوا أنه دخولهم على تيك توك حلو كتير وصحيح، وخليني أقول هيك مضحك ومفرح. ليش كل هالمقدمة؟ لأنه كانوا عاملين من فترة، هنا عملوا مجموعة فيديوهات بصراحة على تيك توك، وكل فترة كانوا عم بينزلوا لنا شيء. نزلوا فيديو مبارح وحبيت أحضره معكم. نحضره؟ يلا ورد. يلا نحضره سوا. تعملي حاجة تهم الناس؟ حسن يا أقوم أكسر الترابيزة دي على دماغك، فاتلم بقى واحترم نفسك. ايه ستوب ستوب، ايه يا مريم؟ اتلم واحترم نفسك إيه وبطل الأسئلة الهبلة دي، وتتكلم زي ما الناس محترمة. تتكلم يا ما تتكلمش خالص. أولا أسئلتي مش هبلة. اسكت لما بكون بتكلم. أولا أسئلتي مش هبلة. أولا أسئلتي مش هبلة. كويس. إيه الاستفزاز ده؟ انت ايه يا ابني؟ اهدي يا مريم اهدي، انت عشان اول مره حد يبقى يعني بجد. ولا اول مره ولا اخر مره. لوضح هذا المشهد لمين تحديدا؟ هذا للمذيعه مريم امين. طبعا هذا الصوت اللي سمعناه لمريم امين باحد البرامج اللي عملوا فيها مقلب، وكان كثير المذيعه مستفزها، فحبوا كثير احمد حلمي ومنى زكي انهم ينزلوا. ولكن اليوم الصبح قبل ما اجي على الاستوديو كمان احمد حلمي عمل مقلب بمنى زكي ومنزل لها فيديو. للصراحه قال لبعدك اني ما رح نزله، فهو الكابشن يلي كتبه على هذا الفيديو ما تقولوا لحدا اني نزلت لها اياه. لسه ما ردت منى زكي، يعني لنشوف شو بدها تقول. لنشوف هذا الكوميديا بيناتهم عن جد. وهي اساسا باغلب لقاءاتهم سوا بيحكوا انه هنن كل الوقت بيكون في للضحك مساحه كثير كبيره بحياتهم. طبعا احمد حلمي حاليا عم بيحضر لفيلمه الجديد يلي هو بعنوان اكس. اكس رح يكون مع روبي يلي اشتقنا لها. بصراحه رجعت بقوه روبي فجاه. لكي رنا، هي غابت وعم ترجع. خليني اقول ما كانت حالها كثير منيح بالتمثيل، وعملت لحالها بصمه بالدراما المصريه، ولك مستمره ومع احمد حلمي اعتقد بطوله جدا مهمه. ولكن ما فينا ننسى الالبوم يلي نزلته الفتره الماضيه، كان بحته ثانيه، هو كان اسمه حته ثانيه اساسا، وحقق لها عن جد ايرادات كثير كبيره. خبري الثاني هو مع اليمنيه بلقيس. بصراحه بلقيس من الفنانات النساء يلي اكدوا انه فيهم يرجعوا بقوه بعد الانفصال. راجعة بهي اللي بقوة للصراحة، هي انفصلت من هون وبلشت هالأغاني وبلشت هالإنجازات وبلشت هالحفلات تكبر وتوضح وتكون موجودة أكثر. حتى في ناس ما كانوا بيعرفوا بلقيس أبدا غير من بعد ديو سيف نبيل. تمام. من بعد ممكن اشتهرت أكثر، وهذا ممكن إجا بعد الانفصال. مو بس ممكن، إجا دبلوماسية اللي نزلته من فترة، وإجا أكيد يلي هلأ حنسمعه بعد شوي انتهى، يلي حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب. ولكن خبر اليوم عن بلقيس. بلقيس هي أول فنانة عربية عمل لها تمثال من الشمع. أوكي. والسبب؟ السبب يبدو أنها هي مؤثرة فعلاً، يبدو هي حدا موجود جداً بدبي، مقيمة يبدو بدبي، فعم بتكون من الأشخاص المؤثرين. بصراحة ورد يلي نعمل لهم تمثال الشمع هن أغلبهم عالميين، ولكن يبدو بلقيس هي فتحة خير مثل ما بيقولوا. أنا بتذكر يمكن في بمصر للست العظيمة أم كلثوم، في لعبد الحليم. تمام. ما بعرف إذا معلومتي صحيح دقيقة. ولكن أنا قصدي بدبي بهذا المتحف تحديدا. أو فنانة شابة على الساحة متواجدة كمان ممكن هذا التصنيف، أكيد في فنانين عرب، ولكن أنا أقصد هذا المتحف تحديدا. ورد جايبت لكم كيف ردت فعلها، وأنا كمان حابة أشوف ردة فعلكم أنتوا على مو طبيعي الشبه بين بلقيس وبين تمثال الشمع تبعها. خلونا نشوف سوا. No way! She looks like me! Oh my god! I love it! I love. Thank you so much. I'm really shocked. لا
تلعبوا معه. الدقة الدقة بالتفاصيل، الدقة بال يعني مو طبيعي الشبه. وبصراحة بلقيس مو الفنانة الوحيدة اللي أول ما شافت تمثال الشمع تبعها عملت هذه الصدمة. بتتخيلي يعني مثلا بريانكا شوبرا اول ما شافت التمثال تبع ما صارت تضحك وصارت تعمل له حركات غريبه، انه مو معقول يعني مو طبيعي الشبه ومو طبيعي الطول ونفسه تماما. هو احيانا الواحد لما بشوف حاله على المرايه بيستغرب ما يشوف هيك مجسم قدامه. طبيعي طبيعي. وعلى فكره هذا مثل كمان تبرير خلينا نقول لبلقيس لانه غمرته يعني غمره التمثال ما بعرف طبيعي. اعتقد انه من الصدمه ممكن اي حدا يعمل اي شيء. انا مع نسمع انتهى لبلقيس وبنرجع حتى كملكم اخباري لليوم. طبعا اكيد فيديو بلقيس في كثير ناس شافته، ولكن هي حصيله اسبوع اكيد. وبحب كثير اهم الاخبار اللي كانت خلال هذا الاسبوع نقدمها لمشاهدينا. خبري التالي بصراحه ما فيني ما اجيب لكم تامر حسني كيف بالحفلات. مو طبيعي الاجواء، مو طبيعي العرض الجماهيري الكبير يلي عمله تحديدا بالساحل الشمالي. هذا الحفل الجماهيري اكيد هو لحتى يفتتح مره ثانيه المسرح المصري الروماني بمارينا. انقطع فتره كثير طويله وكان الحل انهم يجوا مجموعه من الفنانين يحيوا هذا المسرح بطريقه تشبه كل واحد فيهم. ففعلا تامر حسني عنده حفل ما بيشبه حدا غيره من الفنانين، يمكن بيشبه ولكن مو بهي النسبة يلي موجودة بهذا الفيديو. حجيب لكم تفاعل الناس مع تامر حسني وبرجع لحتى أكمل أكيد أخباري. خلونا نحضر سوا. يعني هذا جزء نظامي عن جد من الحفل يلي قدمه تامر حسني، ما أنا مختلف عن حفلاته السابقة نهائياً. ولكن بفيديو تاني من هذا الحفل الجمهور كان عم بيغني أغنيته صعبة يلي هي الجديدة، واللي بصراحة صعبة عم بتحدد أو عم بتحقق أرقام خيالية. وأنا بصراحة اليوم حبيت نحضر سوا صعبة لحتى شوي نحضر كمان كوميديا من اللي بيعملها تامر حسني بفيديو كليباته. حضرتوا فيديو كليب صعبة؟ أنا صراحة أنا لا. أنا بصراحة جابت لكم دقيقة بس هي أكثر دقيقة الجمهور حبها، وبأكثر دقيقة تامر حسني عم بيورجينا أنه أنا ممثل كوميدي بغني صح وأغانيه كثير بتحبوها، بس أنا بحب التمثيل. وحتى بفيديو كليباته اللي تكون مدتها 4 دقائق بس فيلم بتحسيها بصراحة يعمل قصة. تعالوا شوفوا كيف عبر لحبه عن حبيبته يلي مانا موجودة بكل شيء حواليه حتى مع أهل بيته. نحضر هذا الكليب. خلونا نحضره سوا. يعني عن جد فكرة الفيديو كليب والطريقة يلي عم يعمل فيها تامر حسني أغلب فيديو كليباته، هو عن جد دائما بيأكد إنه أنا يا جماعة بدي أقدم كل شيء عندي، بدي أقدم كل شيء عندي وبدي أقدمه صح تماما. وعن جد هو بصراحة حسب رأي النقاد هو للأمانة عم بيقدمه بطريقة صحيحة. عنده جماهير مرعب بالوطن العربي وهو أساسا يصنف عالمي صح. يعني ما فينا أبدا نتجاوز هاي المعلومة. خبر التالي هو عن الفنانة سيرين عبد النور. يبدو سيرين عبد النور متأثرة عفوا كثير بشخصية شمس. شمس هي اللي قدمتها بدور العمر بالجزء الثاني. خلونا نشوف الصور اللي نزلتها سوا على انستغرام وبالضبط شو كتبت عليها. قالت انه هي الشخصية من اكثر الشخصيات الصعبة يلي قدمتها، لكن بنفس الوقت اشتقت لها، اشتقت لها يعني في جزء ثاني رح يتصور لدور العمر وهي بانتظار هذا الجزء الثاني. الجزء الاول منه حقق يعني البرومو، ما رح احكي على النجاح اللي حققه عرض هالثمان حلقات، ولكن ديو مع عاد الكرم مهم كثير. الفكره يبدو جميله ويبدو في جزء ثاني بيكمل هي القصه. ولكن اللي كان حلو باللي نزلته سيرين على صفحتها انه اي شخصيه انتم حبيتوا اكثر،
هون العالم بقى بلشت تتذكر شخصيات. ما بعرف اذا انتم بتتابعوا سيرين، ببالكم هيك شخصيه عن جد بتحسوا سيرين فيها مو بحدا تاني؟ يعني انا في ببالي شخصيه مثلا مسلسل لعبه الموت مثلا روبي تماما. روبي مثلاً. روبي بصراحه سيطر على اغلب الكومنتس لانه روبي هو اللي قدمها لنا كممثله والعالم كثير حبت كيف قدمت. عن جد اغلب الكومنتس اللي كانوا على هذا البوست هو روبي. مع انه في كثير ناس حبت شخصيه في نور رحمه. في روبي نور رحمه طبعا، نور رحمه بالهيبه كانت ترند بصراحه. صح. بكل شيء هي والروج الاحمر بكل شيء بالستايل بالحكي بكل شيء. نور رحمه كانت فعلا من الشخصيات المؤثره واللي وصلت او اللي قدمت. يسعد صباحها سيرين، بتتابعنا احيانا على قناه سما. اكيد يسعد صباح كل يلي عم يحضرونا على قناه سما. جبت لكم مقتطفات من برومو دور العمر لنشوف فعلا هي الشخصيه. عن جد يبدو تعبت سيرين كثير، مو بس باللوك بالشخصيه حتى. تفضل. ولا حركة بإيديك لفوق. أنت رح توصليني للي قتل بيي؟ أنا اللي قتلته. عندها أكبر شبكة دعارة بالبلد. هيدي المرة بس تعرف علي أنا قلب وصار إنسان تاني. وقت الحكي تاع صار وقت الحساب. آخر خبر معي لليوم هو عن الفنان رامي عياش. رامي عياش يعني عن جد دائماً بيترك حصة لحياته الشخصية على السوشيال ميديا، والعالم بتحب تتابعه خطوة بخطوة شو عم يعمل. فهو من يومين نزل لنا مثل هيك مقطع قصير اليومي تبعه، يعني شو بيعمل كل يوم، واللي بيعمله كل يوم هو رياضة قاسية كتير. خلونا نشوف كيف بيمارس الرياضة ولكن مع ابتسامة. خلينا أقول هيك، هو هيك الكابشن كاتبه. خلونا نشوف سوا برجع على حتى أختم لكم أخباري. يعني ما بعرف متفضل متفضل رواق على الرياضة. يعني شو بده يعمل؟ بس يعني انت ما تخيلي العالم قديش تفاعلوا مع هذا الفيديو، حبوا. وبصراحة بلشت التحليلات انه يا ترى في فيلم، في دور في كليب، لانه مشهور عن رامي عياش انه وقت يكون في عنده او من فترة كان عنده دور كثير قاسي ونزل مجموعة من المقاطع. يعني انا عم حضر حالي لفيلم لمسلسل. ما بعرف اذا هذا له علاقة بهذا الموضوع. هو كل شيء كتبه انه هيك روتيني اليومي مع ابتسامة. طبعا من ناحية تانية اكيد ما فينا ننكر نهائيا الحياة الزوجية اللي عم بيعيشها رامي عياش على انستغرام. ما فينا ابدا ننكر انه هو بين كل فترة والتانية بيأكد انه في عمل جديد، ولكن لهلا ما شفنا شيء. يعني ناطرين بنشوف مع الايام مع هدى كمان. ايه لازم. بس انا جبت لكم اغنيه من اكثر الاغاني اللي انشهرت بصراحه خلال الفتره الماضيه. اوكي شوي رح ارجعكم لل 2015 بس نسمع سوا. يلا تفضل. يعني اكيد ما في مشكله اذا رقصوا من الصبح. اكيد اذا مع رامي عياش كمان ما في مشكله. لازم اكيد لازم. هيك كانت اخباري لليوم. شكرا كثير يا هدى. نحن بلشنا اليوم البرنامج كنا عم نحكي على اليوغا والاسترخاء، هلا هيك خلص بقى صحصحنا ونشطنا مع هدى. رح نرجعكم شوي للنعس خلينا نقول، او لهي الغفوه اللي نحن بنسميها. صرنا ساعه ونحاول نصحصح تقارير الحلقه ما في مجال.